بعدما انتظرت هذه اللحظة 40 عاما، احتضنت والدة الأسير الحاجة وداد يونس البالغة من العمر 88 عاما نجلها اليوم لأول مرة. شعوري لا يوصف، بعد 40 سنة ضميته لصدري. صحابي بيتجوز وصلوا بيت وصلوا واشوف احفاده واشوف وتحابب طبعا ابني ولا ماهر وكريم يونس اولاد العم واصدقاء الصبا، بعد ان امضيا طفولتهما سويا في قريه عاره وكانا زملاء في السجن 40 عاما، اليوم يلتقيان وهما يتنفسان الحريه. هذا شعور لا يوصف، وإن كنا يعني لا يمكن وصفه، يعني كل اللغة العربية لا يمكن وصف الشعور هذا. الشعور طبعا طيب، والاستقبال ما شاء الله الحمد لله. شفت الأهل وشفت الأصدقاء ومن عاشروني في الأسر يعني كمان. أنا وماهر أصدقاء، كنت أنا ابن بيت عندهم وهو ابن بيت عندنا، وإحنا كمان تعلمنا سوا في نفس المدرسة وإلى آخره، وتغربنا سوا وكمان رفاق نضال. بدنا نروحنا عند زميل او صديق مشترك، حنروح اثنيناتنا ان قعدنا، ان يمكن نزور بيوت اسرى اخرين حنزورهم ان شاء الله سوا. بعد ان وجه ماهر رساله للشعب الفلسطيني قائلا متشوق لمشاهده الجماهير العظيمه التي تهتف باسم فلسطين. عشرات الفلسطينيين اتوا من القدس وام الفحم وعكا والمدن المجاوره لتقديم التهاني والتبريكات للأسير ماهر يونس. على الرغم من قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير منع مظاهر الاحتفال ورفع الأعلام الفلسطينية، احتفل عدد كبير من الفلسطينيين بتحرير الأسير ماهر يونس والذي أمضى 40 عاما بالسجون الإسرائيلية. لانا كلغاسي من قرية عارة، الحدث.